أنا رشيد العوفي، كنت نعيش في مدينة الرباط، دخلت المحمدية في 2006. عندي شي وليدات ديالي مفروق مع أمهم، جيت باش نقابلهم في الدراسة ديالهم. كريت واحد المحل كنت معيش منه طريقة الخبز، تلاقيت بواحد السيد لقاني به السمسار. سميتو مولاي أحمد غيري. شنو هي الخدمة ديالو؟ الخدمة ديالو تيقول هو بالما خدام مع سيدنا، هما سبعة ديال الناس حاطهم هنايا في المحمدية. تيقول هو خدام في القصار وعندو الكاشي ديالو اللي هو مكتوبة فيه الأعتاب الشريفة اللي كيهددني به. دوز معاه واحد المدة ديال العام ونص. عام ونص كنتي ساكن عندهم؟ راهن عندهم بخمسة المليون و600 درهم في الشهر بالوثائق ديالي. كنخلص الشهوره ديالي، كنخلص الضو ديالي، كنحترم الجيران، عندي واحد السمعه طيبه في الحي اللي انا ساكن فيه. تنمشي بوحدي وتنجي بوحدي، انا واحد الانسان داخل سوق راسي، ما عنديش عليا المشاكل. كيستغل الضعف ديالي لان انا براني ومريض، عندي واحد العمليه في الراس، عندي واحد شويه النسيان. بدا كيهددني كل نوبه، تيقول لي غادي تسلفني مليون، تسلفني جوج المليون. تنقول له ما عنديش. يقول لي الا ما توجدتي هذا القدر هذا رانا غنصيفطك للحبس، رانا غادي نعيط للناس ديال القصر وغادي نصيفطك للحبس نغبرك، ولا حنيت فيك غادي نقتلك باش نهنيك من الدنيا. انا النيميرو في لاكارت ديالي اللي هو 79567 اش. انا اللي تنطالب بحقي، مشيت للسلطات الدائره ضرب مراكش وكتبت شكايه للوكيل، وكيف طلعوا يهبطوا فيا واحد السيد اللي هو الكوميسير ديال الدائره ضرب مراكش، ما عطاني حتى شي حل ما بينوا ليا. تيقول لي هذه التعليمات ديالنا حنا، انت اسمع واسكت، داكشي اللي قلنا لك غادي توصل عندك شي حاجه غتاخذها، ما عندكش ما غتاخذش. وجاب الكاشي ديالو، والكاشي ديالو كيبقى في الكوميساريه، وانا ما بقاش الكاشي ديال مولاي احمد غيري اللي هو فيه السميه ديالو. شادينو ليه البوليس اللي هو مكتوب فيه الاعتاب الشريفه. كنسكن عنده واحد العام ونص. هاد التهديدات وليت نراوغ معاه، ملي ما دا مني والو. جات واحد السيده دقت علي على المراه ديالي، قالت لي ما تبقاوش تخلصوا الكرا، هاد الدار رانا شريتها. انا ما كنتش في الدار، جات المراه عودتها ليا، عاودت دقات عليا، قلت لها لا الا شريتي الدار هذه جيبي الوثائق باش شريتي، وعاودي كتبي معايا اوراق اخرين نجدد معاك ونتشرف بالاسم ديالك ونبدا نخلصك الكره. قالت لي انا نسيبه ديال سيدنا، انا من العائله ديال مرات سيدنا، سنصره الله وانا عزيز عليا سيدنا بزاف، كنبغيه انا اكثر من شي حاجه اللي ما كتصورش. شنو سميت هاد السيده اللي قالت لك انا من العائله؟ هي سميتها هدى غيري، الاخت ديال مولاي احمد غيري، واللي هي كدير شوافه، وعندهم واحد خوهم اللي كيدير فقيه بالشعواده. انا ما بقيتش نعس على خاطري، شي حوايج يوقعوا لي في الدار، شي حلم ما كيتصورش. كنتخلع، كنقضي على داك شويه شويه الصلاه، المراه ملتزمه بالصلاه وانا ملتزم بالصلاه، وديما تلوحوا الملحه ولوحوا هنا، وخايفين طالع خايف. بعض المرات ندخل جوج الليل ثلاثه الليل باش ما نتلاقى حتى شي واحد في الدروج هنا، ولي خايف على راسي وخايف على ولادي وخايف على مراتي. عندي نعيش انا والمراه بوحدي انا وياها في الدار، حتى العائله ما تيجيوش عندي بزاف، لان انا كنكتم السر ديالي. ما تنبغيش عندي والديا، الوالده اللي عندي مريضه عندها شي 94 عام، وما تنبغيش نبين ليها باش ما نكونش انا السبب ديالها. كنكتب المشاكل ديالي، وما حتى شي حق. انا كنطلب سيدنا نصره الله يتدخل ويشوف هاد الناس، يهديهم عليا الله ويعطيوني حقي. وشنو كنطالب بالناس ديال السلطه؟ انا كنطالب بالناس ديال السلطه، لان رانا عام وسبع شهور وانا ساكن في ديك الدار، وانا اللي في رزقي خسرته، ودابا رانا كنسعف في الشارع كنطلب الناس. وخلقوا لي مشكل اخر، مشاو عند الحانوت اللي انا كاريه، حتى هو بوراقه كنترزق الله به، خلقوا لي شعواده مع مواليه، ما عرفوش لاحوا عليهم شي حاجه، حتى هما تقلبوا عليا قال لي ما بقاش تحل الحانوت. وليت مهدد من الحانوت ومهدد من الدار، وليت هربان والمراه هربانه، وما بقيتش عرفت اش غادي ندير انايا. و
وانا كان نطلب سيدنا نصره والله اللي هو عزيز عليا بزاف، وانا نهار خلاقيت تنعرف هاد الاسره العلويه وعزيزين عليا بزاف، وكنترجاه سيدي محمد الله يخليه ليا ياخذ لي حقي من هاد الناس الله يجازيه بخير، وانا راه مريض ديال عمليه في راسي وكننسى بزاف، ما كيبقاش كنعقل اش نقول، وكان معي شعب الدواء ودابا ما بقيت عارف حتى شي حاجه. بعض المرات مثلا شي حوايج كنكون شادهم بيدي وتنقلب عليهم تيطيحوا لي الفلوس، بعض المرات مثلا عارف انا كنطلب من هاد الناس هادو، انا وليت كنطلب من سيدي الله صراه الله والعواشر هذا والعيد دي شي تدخلات، انا ما معيتش وعندي المشاكل ما بقاش انا كيهمني لا العيد لا الماكله لا والو، انا وليت نخاف على راسي بين انا رب اسره عندي وليدات وعندي والدين وما بقيت فهم حتى شي حاجه ومرض في عقلي وما بقى عندي لا ما نصرف لا والو على الاصدقاء اللي تيحنوا عليا وليت تنطلب. بعض المرات ما تنقدرش ندخل للدار تنبات في الزنقه كندور ولا نمشي لاكار ديال الترين تنبات فيه باش ما ندخلش لداري. وسيدي نصره كل الله ما بقى عندي لا من ناكل ولا ما نشرب، والدواء ما بقيتش نشريه، واحد السيده تنعرفها كليانه ديالي هي اللي تعطيني الدواء تعطيه لي بالكريدي وما بقاش عندي باش نخلصو، وعندي المراه هي مريضه والله يطول عمر سيدي وعايش الملك وعايش الاسره العلويه. واللي كيقول شي كلمه في الاسره العلويه بلا قلبه بلا ما يخرجها.